تمشيش الاختلاسات العمومية ولا تكتيرهم العمومية واش كيجي موقع على بطولة طلع يطلع بجد مليون ونص ديال الدرهم فين هما؟ عام هادشي 22 23 قلنا غنزيدكم تا 3 مليون ديال الدرهم طري بيان فين هي 3 مليون ديال الدرهم الله يحفظكم قولوا للوالية أنا فين تصرفات فيها ولو سنتيم سنتيم واحد وفي الأخر تنجيو تنبقاو نذكروا على شي أمور نسمعها في البرلمان في التصريحات في الأجوبة على الأسئلة الشهرية في السياسة العمومية وكذا إلى آخره في الغرفة الثانية لميم شوز في المواقع الإلكترونية ديال رئيس الحكومة وغيره إلى آخره دونك دابا الآن حنا في 2024 عاود أنا صعيب تجي 2 مليون و 500 رغم أنه ما تنساوش راه المادة 17 ديال القانون المالية ديال 2021 2022 اللي تصدق عليه في الأخر ديال 2021 وتيخدم على 2022 تيقول لك ستحدث صندوق يتعلق بدعم الأمازيغية لدعمها في مجال الإدارة العمومية مزيان وستخلق له لجنة مركزية في الرباط ولجان جهوية هذه هي الشفافية هذه هي الديمقراطية الشرعية فين هما هذه اللجان اشنو دار السيد رئيس الحكومة خبط داك جوج دريال لحل السور قال لي ها زلعها كيما بغيتي فين زلعتها الله اعلم شوف الاخوان انا تنهضر معكم زعما وانا عندي حرقه لان تنشوف اموال ديال بلادنا تطيع ظلما وعدوانا لان مليار ديال الدرهم اللي حطتها الحكومه من 2022 2025 راه تشكل غير 1.03% من الميزانيه ديال الدوله 0.03% من الميزانيه ديال الدوله واش عارف شحال تنسوا الاخوان والاخوات عند الحكومه ديالنا تنسواو 0.03% من الميزانيه ما تنسواوش شي تنسوا دونك هذا الشيء كل مؤرق اكثر من ذلك يعني الناس اللي كانت عندهم لان البيف ديال الامازيغ خصو شجاعه خصو اراده خصو قرارات جريئه انا ما نقولوش لك خرج حتى حاجه جديده كاع الحكومه خليني غير داك الشيء اللي خلاه بالكيران والعثماني راه خدم لي اللجنه ديال 34 اللجنه ديال التتبع والتفعيل طبعا رسم الامازيغيه فين هي؟ من ابريل 2021 عمرها اجتمعت اليوم من هذا والمخطط ديالها سدين عليه تيجي تيبقاو يقطعوا علينا هنايا بالغرامات اخر حاجه في الخميس ذاك النهار قال لك الله نبداو محو الاميه بالامازيغيه وهذاك تجد مليون ونص غندوزوا فيها شي حاجه لهنا وغادي ندوزوا شي حاجه لهنايا الى اخره يلاه غادي تحارب الاميه بالامازيغيه في عند الحكومه ابتداء من هذا العام هذا غادي يخصوا لي شي بركه راه ما تسحبكمش واش 2 مليون ونص ديال الدرهم واش شي فلوس راه حاجه راه راسك خيان بالمقارنه مع داك الشيء اللي خاص الامازيغيه تمشى به على الاقل في التعليم لان التعليم الا ما عندنا 17000 مدرس الا ما عندناش راه ما كاينش التعليم شكرا على المشاهده اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك